السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 6 أفريل 2019، بدا يفقس البيض. كاين 3 فروخة، هاهم ليك 3، مازالوا زوج. نورمالمون اليوم يكملوا كامل، بس حضنتهم في نهار واحد. الحمد لله والشكر لله، هذه بوادر تاع خير. هذو الزوج تاع الباناشي، يعني الفروخة تاعهم والله العظيم انا كنت داير حسابي الغدوة باش يفقسوا، مين لقيتهم اليوم رانا العشية، لقيتهم اليوم فقسوا. الحمد لله والشكر لله، دوكا نعطيوها نقدموا لها الطعام اللازم والباقي تكملوا الأنثى وخلاص. هذه هي، الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.